وسائل التعذيب اللي عملت هون للمجموعة. أولا خلقت أنواع التعذيب، ما خالق حد من اللجنة التنفيذية وللمكتب السياسي وللكلاب الضالة اللي جاية من البلدان الثانية اللي كل يسقر منهم، ما بطشوا بطشهم الفوقاني ومارست عليهم على هاي المجموعة أمراض العنصرية، ما هي الخيانة، العنصرية الكحلة، معناها أنه الراجل يوقف قدامك ويقبض لك قاط ويسوك بسنيك ويقول لك بيك انت وجدك راهو معدل لبويا انا وجدي، هذا هو اللي مارس علينا. هذا النوع ما خالق نوع من التعذيب ما وقع وعدل في ذاك البلد اللي ذاك هو. خلق جرب الوتاتي لين ما بقش ما وذاك اللي قابض الكابلي. خلق ردي مرواقيش حيين، نعرفوا الحسيان اللي مردون فيهم الناس حيين يتلاغطوا، والفوسيات اللي مردومين فيهم الناس حيين، هذا نعرفه ونشهد به المولانا، ما هو العباد ما العباد الواخد، هذا كامل وقع. وقع ياسر من المسائل، من الإهانة اللي ما تقد للسينة تحصيها، من التجويع ومن التنكيل ومن الحقرة ومن المسائل الخويسرة اللي ما تقد نحمل ولا نصبر. ولو كان اللي ما احنا ذا كامل والله اللي باقي فينا من مسألتين، لأن مجموعة الضحايا قدمت طلب وكان أملنا كبير، لأن ذا قاع النوع ما يلتحق ولا يتصل، كان أملنا كاملين في المؤتمر ال15 هذا اللي فايت، أعلنا نلتقى ونحقوا مسائل بيناتنا ولا جاب حد أخبارها، يا غير ذا ما نجبر، إن قال لا مجموعة من الخيان ومشات وكذا ورواية وشغلة وذاك نبتو. يا غير بعدين نقول ذاك اللي يقول عنا احنا خيان، رانا ما لنا خيان، احنا هم الصحراوي الحقيقيين، ورانا مولي ما لنا قابضين عداوة لشعبنا، لأنه شعبنا وحنا منه سياني منين عندنا، يا غير اللي هو مقبوضة له الخيانة بعض من القيادة، ولا هي القيادة كاملة، بعض من القيادة اللي نست تاريخنا ونست سمعتنا وخلات ذي يخلق بيناتنا إلى اليوم هذا اللي ما تلا عنده دواء، ما اللي كان اللي وداوى الجرح مازال في بلو، إذا ما يظلم حد ولا يبقى في أخلاقه.